اشنو هو؟ وهو من قبل ما كناش نخرجوا من ديورنا، كنا ملتزمين بالحجر الصحي، الشيء اللي جعل اننا ما نختلطوش، والشيء جعل على ان الارقام ديال الناس اللي تصابوا كانت مستقره في واحد في واحد في واحد العد. ولكن من بعد ما ترفع الحجر، خصوصا حيت قربت المناسبه ديال عيد الاضحى، وقع اختلاط ما بين العائلات لان التقاليد تسمح بهذا الشيء هذا، الشيء اللي عطى ان هذا الوباء يزيد ينتشر اكثر. انا في نظري خصنا نديروا احتياطات ديالنا، خصنا نديروا احتياطات ديالنا. علاش؟ لان حفاظا على البقاء ديالنا. دابا حنا ما حنا لاحظنا على راسنا راه شي حاجه لينا ديالنا شخصيه. اما المسائل الاخرى، انا اعتقد اننا ما خصناش نضروا راسنا ما نضروش الناس، احسن حاجه. وتبقى كل واحد عنده قراءه ديالو، هي في الصالح، هي في الصالح. لان علاش؟ لان وقائيه، هي فيها الوقايه. وتنتمناو ان تعطي نتيجه، هذا هو اللي تنتمناو. يعني كل ما يعني تقيدنا باللوازم ديال المحاربه ديال الوباء، هو في صالحنا. وتنتمناو غير هذا الشيء هذا ينعكس ايجابيا، ما يبقاش يتكاثر. هذا هو التمني ديالنا. والتعليم عن بعد، نقول لك واحد القضيه، التعليم عن بعد، لان ممكن اننا الى مشينا بالمدارس باكتضاد يقدروا يكونوا بعض الاصابات، يكونوا بعض الاصابات، ما يكونوش، ولكن من باب الاحتياط اعتقد. القضيه اللي كاينه، وهو الوالدين حتى هما خصهم يساعدوا وليداتهم على التمدرس، لان المدرسه راه مع عمرها كانت بوحدها تتكون الاولاد من اول الزمان. راه لي بارون اللي تيقريو، الاساتذه هما اللي تيوجهوا، ما اللي تيقريو فريمون حقيقه هما لي بارون. بالنسبه لهذا القرار ديال 14 يوم اللي زادوا الحكومه، هذا قرار غير صائب غير في محله، لحقاش اصلا في 14 يوم الاولى هذه اللي داز ديال هذا الحجر هذا ديال هذا القرار اللي داروا 14 يوم الاولى، باقا النتيجه هي النتيجه، يعني حتى حاجه. نفس العدد اللي كيتزاد، نفس الضحايا اللي كتصابوا بكورونا، والبشر ما دايرش الاحتياطات ديالو. الناس اللي كتاكل الدق دابا هما الناس مساكن الطبقه الهشه اللي هي اللي كتاكل الدق. وبالنسبه لهذا القرار اللي خداته الحكومه، قرار عشوائي، وكنتمناو يعاودوا يراجعوا الاوراق ديالهم ويشوفوا شي حل واحد اخر غير هذا الحل. هذا الحل اللي قدروا يديروه هو يخليوا الامور كي كانت حتى العشرة العشيه ويسدوا علينا. الحل في بيد المواطن هو اللي خصو يدير التباعد، هو اللي خصو يدير سميتو البافيت ديالو، هذا هو الحل. الحل بنادم اللي خصو في الوعي، في الضمير ديال الانسان، هو فين كاين الحل. اما بالنسبه ديال القرارات وهذا الشيء ديال يسدوا على شيء ويخليوا شيء، فهمتي، هذاك الشيء ما خدامش. واللي متضرر كثير هما الطبقه الهشه مسكينه، هما تضرر من هذا الشيء. بالنسبه للتعليم عن بعد، هذا القرار ديال من الاحسن يديروا سنه بيضاء، من الاحسن، هذا هو احسن قرار غيديروه. لحقاش الا جاو يقريو دابا التلاميذ، المساحه ما تكفيش، غير مساحه باش دابا مثلا على قسم واحد الا بغيتي الدوبلو راه خاصك تبني مدارس واحد اخرين، وخاصنا ما عندناش حنا هذا الشيء باش الميزانيه باش تعاود تقري الدراري، وما كايناش. انا هذا الشيء اللي كنقول لك، ما كاينش الميزانيه، الدوله ما غاتقدرش على هذا الشيء. هو 14 يوم كافيه، ولكن الا كان جميع فئات المجتمع تتلتزم هذا 14 يوم، يعني تدير الكمامه، تتلتزم المسافه ما بين الناس، كافيه. ولكن الا ما التزموش بها جميع فئات الشعب، واخا نديروا 10 شهور ما كاين حتى حاجه، هذه متشعبه وصعيبه. وكما درتي ليها تلقى دائما الجهه الاخرى كاين واحد الناس اللي ما التعليم عن بعد هو مزيان، ولكن راه كاين واحد الفئه عريضه ديال الناس اللي ما عندهمش وسائل باش يديروا التعليم عن بعد، يعني ما يقدروش يتبعوا، خاص يكون عندهم البيسي، يكون عندهم لي طابليت، يكون عندهم. ولكن راك عارف المجتمع ديالنا كي داير، المجتمع فقير في اغلبيته، ما يمكنش يديرو. هذا هو اللي غنقول.